لحظة 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 سيد سيد رافع، فهمنا السالفة. سيد رافع، سيد رافع رحم الوالديك، احكي لنا بشكل مباشر وصريح، مهندس انقتل بسبب خلافات مالية؟ بدنا نحكي عن حياة، روح زهقت بسبب خلافات مالية، شنو السالفة بالضبط؟ هو الروح استاذ فاضل نتفق انا واياك مع في هذا الشيء، يعني هناك حصل خلاف بين جهات مختلفة لم تكن تستهدف الشركات الأجنبية. على محور سؤالك، لم يكن استهداف، أنا وصلتاتي هذا المهندس اللي قتل، إحنا راضين هذا الشيء وسوف تتخذ إجراءات رادعة. يعني خلافات عشائرية هي سبب مقتل المهندس؟ تم إلقاء القبض على المتهم وسوف ينال جزاءه في الحساب بكل قانونية وكل مهنية، وسوف يعرض الجهات المختصة لنال جزاءه في تنفيذ هذا الأمر. نرفضه ورفض قاطعا، واتفق أنا وياك على هذا الجانب. وصحيح بصلات من الشركات الأجنبية احنا ملزمين بتوفير الحماية لها وتوفير بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإغراض الشباب بالعمل وارجاعها للعمل. نعم، أنا أشكرك جزيلا، شكرا سيد رافع الشامي نائب محافظ ذي قار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.